وللمزيد حول هذا الموضوع وحول إعلان نتنياهو بأن إسرائيل جاهزة لعملية مكثفة على الحدود مع لبنان، معنا مباشرة من مدينة مينيابوليس الأمريكية العميد المتقاعد ناجي ملاعب، البحث العسكري والاستراتيجي. تحية طيبة لك أستاذ ناجي ملاعب. بداية، ما هي الأسباب الرئيسية التي دفعت نتنياهو إلى الإعلان عن جاهزية إسرائيل لعملية وصفها بالمكثفة للغاية على الحدود مع لبنان وخصوصا في هذا التوقيت؟ نعم، يعني نحن لدينا حزب الله هو المنخرط في محور إيراني في المنطقة، ترعاه إيران بدءا من لبنان وصولا إلى بغداد إلى اليمن. هذا المحور يعني يقوم بتجهيز نفسه للقتال ضد إسرائيل، وفتح هذه الجبهة بعد 7 أكتوبر من لبنان كجبهة مساندة للمقاومة الفلسطينية في غزة وفي لبنان تحديدا. يكتسب هذا المحور مشروعية في قتاله ضد إسرائيل، لأن لدينا أراضي محتلة في الجنوب اللبناني، مزارع شبعة وتلال كفر شوبة، لم تخرج منهما إسرائيل، ما زالت تحتلهما. هو يعني حصر بما أسماه قواعد اشتباك، أن لا يتجاوز النار النيران مفتوحة في هذه المنطقة فقط، وكذلك بدأ بالتعامل مع كل أجهزة الاستخبار والأرصاد، المراصد ومراكز القبة الحديدية في هذه المنطقة. بالتالي يعني العدو الإسرائيلي بدأ بكذلك التعامل مع عناصر حزب الله في المنطقة، وما ما ما أثر خلال 8 أشهر أن حزب الله أثبت فعالية في استخدامه للطيران المسير وكذلك للصواريخ قصيرة المدى أو حتى متوسطة المدى، وبالتالي أشغل جبهة لا تقل عن 8 أشهر. اليوم نحن أمام هذه المعادلة بأن إسرائيل لن تبقى ساكتة على ما يجري في شماليها، بالتالي هي سوف عندما ترتاح في غزة ستقوم بإنهاء هذا التهديد القادم من الشمال، وهي غير جاهزة له حاليا طالما أنها متورطة في رمال غزة. ولكن حزب الله لم يستخدم من قوته سوى 10% أو 15%، ولكنه جاهز لهذا القتال. ولكن أستاذ ملاعب، يبدو أن فعلا كما ذكرت حزب الله وجه ضربات موجعة لشمال إسرائيل، والدليل كانت الصور للحرائق الكثيفة والتي كان من الصعب السيطرة عليها من لدن القوات الإسرائيلية. هل وعيد نتنياهو برأيك هو موجه للداخل الإسرائيلي أكثر منه للخارج برأيك؟ طبعا هناك ضغط كبير في إسرائيل بخروج لا أقل من 90,000 من المواطنين في الشمال إلى داخل إسرائيل، يعني نزوحهم. بالتالي هؤلاء يعني أمام مدارس، يعني 8 أشهر ليست سهلة بقاؤهم في الأوتيلات وفي يعني الفنادق. بالتالي العودة وعدوا من قبل وزير الأمن بالعودة قبل المدارس، يعني إسرائيل مضطرة أن تنهي هذا التهديد. ولكن هل تستطيع؟ أعتقد الكلام الرئيس الوزراء الإسرائيلي موجه للداخل أكثر منه موجه للخارج، لأن هذا الموضوع يعني هناك ضغط كما قلت لك من هؤلاء النازحين، وكذلك لن يبقى تحت هذا التهديد مستقبلا. طيب، أمام هذا الضغط كما ذكرت دكتور ملاعب، فهل إسرائيل مستعدة لفتح جبهات جديدة بعد طول هذه المدة من الحرب على غزة؟ لنقل إذا كانت هناك تسوية مع تسوية بشأن الهدنة في قطاع غزة، هل إسرائيل بالفعل ستمضي قدما نحو جبهة جديدة لتمتد الحرب بشكل إقليمي برأيك؟ يعني اليوم إسرائيل ثبت أنها بحاجة إلى الدعم الأمريكي في السلاح وفي العتاد والمال والموقف الدبلوماسي والقانوني وكل هذلك. اليوم إذا ما يعني كل ما أنتجت إسرائيل من أسلحة استخدمته في لم يكن كافيا حتى باستخدامه في حربها
في غزة أو حتى في لبنان، لكن إسرائيل ما زالت تنعم بهذا الدعم الأمريكي القوي، ولديها سيطرة جوية كبيرة على السماء اللبنانية عمقا، حتى سوريا كما رأينا أنها تقوم بالضربات حتى داخل سوريا. بالتالي الموضوع بيد الدعم الأمريكي والقرار بيد الأمريكيين. طيب. ولكن نعم. نحن اليوم أمام انتخابات، أريد أن أوضح أن الانتخابات الأمريكية يستغلها الإسرائيلي اليوم لتحقيق يعني دعم اللوبي اليهودي المتمكن في الولايات المتحدة، لأن يبقى هذا الدعم حتى تنهي التهديد القادم من الشمال كما تدعي. طيب أستاذ ملاعب، برأيك من الجانب الآخر، ما هي ردود الفعل المحتملة من حزب الله والدول المجاورة على إعلان نتنياهو، وكيف يمكن أن تتطور الأحداث بناء على ذلك؟ نعم، يعني نحن أمام محور المقاومة، هناك وحدة ساحات، يعني مثلا من اليمن ما زالت الصواريخ والطيران المسير يهدد كل التجارة مع إسرائيل، ويهدد حتى ميناء إيلات، يعني هذا من اليمن. وكذلك من العراق جرى تفعيل بعد دخول الجيش الإسرائيلي إلى رفح، جرى تفعيل إطلاق الصواريخ بعيدة المدى والمسيرات من العراق. وكذلك من الجنوب اللبناني توسع المدى، لم يعد فقط بالمدى المفتوح الذي أعلنه حزب الله، وصل إلى نهارية، إلى عكا، إلى ما بعد كريات شمونة، وصل إلى الجولان، ولكن ما زال ضمن قصف الأماكن العسكرية. المتوقع أن حزب الله بتقديرات إسرائيلية يمتلك 150 ألف صاروخ، ويمتلك صواريخ دقيقة المدى، دقيقة التصويب وطويلة المدى، تستطيع الوصول إلى كافة الأراضي المحتلة من فلسطين. وبالتالي حزب الله يهدد بقوة الرضوان بأن يكون إذا ما حاول الإسرائيلي تطوير الجبهة إلى حرب، إلى أن تكون قوة رضوان جاهزة للقتال داخل الأراضي الجليل وداخل ما هو أبعد من حيفا والجليل في الداخل الإسرائيلي. وهذا أعتقد أن هذا ما تحسب له إسرائيل الحساب، بأن لا تطور هذه الجبهة أكثر من تفعيل المدى في الاشتباك أكثر منه وصولا إلى حرب كبيرة. أستاذ ناجي، في ظل هذه الحسابات الإسرائيلية كما ذكرت، برأيك كيف يمكن أن يؤثر هذا التصعيد المحتمل على العلاقات بين الإسرائيليين والدول الحليفة لتل أبيب؟ يعني اليوم يعني غير مبرر الحرب التي الإجرامية التي قامت بها إسرائيل بحق غزة، هذا التدمير الممنهج وهذا محاولة التهجير وقطع أوصال غزة مع عمقها العربي عبر احتلال رفح ومعبر رفح وكل المعابر التي تصلها عبر مصر. بالتالي هذا التدمير ليس سهلا، وأعتقد أن هذا أثر، كان مسار التطبيع وقبول الدولة الإسرائيلية في المحيط كان أفضل من اليوم بكثير يعني. وبالتالي هذا أوقف جميعه، وحتى باعتراف مراكز الأبحاث الأمريكية والإسرائيلية حتى بأنه إذا لم يكن هناك اعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني والقيام الدولة الفلسطينية، الأمور لن تنتهي حتى لو كان لدى إسرائيل القدرة على هذا التدمير الكبير في غزة. رأينا أن كل الشعب الفلسطيني لم يقبل الهجرة، لم يقبل خروج من عكا، من غزة، وبالتالي كل الفلسطينيين أصبحوا مقاومة. لا يمكن تحقيق أهداف ما هذه الحكومة اليمينية بالقضاء على حماس أو حتى باستعادة أسراها من دون اعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني. وفي هذه النقطة سيد ناجي، لو سمحت، في هذه النقطة بالضبط بشأن حقوق الشعب الفلسطيني وفي ظل التوترات الحالية، ما هي الخيارات المتاحة برأيك أمام المجتمع الدولي للتدخل أو تحقيق الوساطة لتهدئة الوضع وترتيب الأمور في هذا السياق؟ يعني اليوم كانت القضية الفلسطينية منسية، اليوم هذا العمل العدواني الذي قامت به إسرائيل فتحت العيون أمام أن هناك شعبا على هذه الأرض
هو شعب فلسطيني. رأينا تحول في الاتحاد الأوروبي في بعض الدول الأوروبية، وهذا التحول قادم بالتطور أكثر بالاعتراف بدولة فلسطينية. كذلك رأينا الجامعات الأمريكية، الشباب الجديد في الجامعات يعني بشكل كبير يقول أن هذا التدمير، أوقفوا القتال في غزة واعترفوا بعلم اسمه علم فلسطين. وبالتالي كذلك محكمة العدل الدولية، المحكمة الجنائية الدولية كذلك تحركت يعني في هذا الاتجاه، ومجلس الأمن الدولي كله ما عدا الولايات المتحدة وبعض من تؤثر عليهم، الولايات المتحدة هو من يقف أمام قيام الدولة. وبالتالي هذا الموضوع ما لم يقم هناك اعتراف بحقوق الدولة الفلسطينية والحقوق الفلسطينية لا نهاية صحيحة لهذا العدوان. شكرا جزيلا لك من مينيابوليس الأمريكية، الباحث العسكري والاستراتيجية العميد المتقاعد ناجي ملاعب، شكرا على كل هذه التوضيحات. أهلاً.